ممتاز. وأنا بغيت أكرر، تحريت إني ما أجيب إلا مثل ما بعد أحد طرقه. ومن الأمثال المشهورة، يعني من أشهر الأمثال إن لم يكن أشهرها، من طول الغيبات جاب الغنائم. جاب الغنائم. طبعًا. والله هذه نسمعها دائما لا ندري وش. وندري وش معناه. كل مثل له قصة. كل مثل له قصة، وأحيانًا بعض القصص تتحور، وأحيانًا بعض الأمثال تقال في غير مكانها. أيه. وأحيانًا واحد يجيب له مثل خطير. وجيبه في جلسة يعني ولا في مجلس رجال ما يدري وش معناه. حلو. أي فدراسة الأمثال تعطيك ثقافة وبعد كبير. يوم بغيت أدرس أمثال لقيت أن السيرة الهلالية بني هلال هم أكثر من أخذ عنهم الأمثال. ممتاز. لأنهم أهل حكمة بني هلال وتغريبتهم وأساطيرهم. للأسف ما تلقى لك لا كتاب ولا تلقى لك يجمع كل الأمثلة. ما تلقى لك، لأن غالب المؤلفين مش عندهم مشكلة. مشكلة المؤلف إذا جاء ألف هو بشاعر، فتأليف الأبيات والقصائد تستوجب واحد على الأقل يكون فاهم البيت، ما ينزله. صح. أحيانا تلقى لك أبيات شعبية منزلها خطأ. صح. فهذه تلخبط كل التاريخ. لذلك دائما المؤلف المفروض ما يخش السير هذه اللي فيها أغلبها قصائد، اللي يكون على الأقل عنده المام بسيط بالشعر. أول خلنا نشوف بني هلال وأبو زيد الهلالي. أبو زيد الهلالي هو أصلاً أبو زيد، سمي بأبو زيد لأنه زاد على أقرانه، ولا أصلاً ما له ولد لا زيد ولا غيره. حلو. إيه سموه أبو زيد لأنه زايد على ربعه وعلى الشباب اللي كان عنده. فعلي يعني. فعلي منها. كان أبو زيد الهلالي، بداية أبو زيد الهلالي كان أبوه شيخ الهلالات أو الهلالي أو بني هلال. حلو. عاشوا في القرن السابع، بين السابع والثامن، ترى هم بعيد مو قريب. وهم بداية تحوير اللغة العربية للعامية. الله. يعني تلقى بعض الكلام عامي وبعض الكلام عربي خلطينا، وصار لهم وزن، الوزن الهلالي، الطرق الهلالي في الشعر، من أصعب البحور في الشعر. طرق الهلالي جدا صعب، ولا يمكن يتقن إلا واحد تمرس في سماع الطرق هذا، لأن مشكلته إنه ما يلحن، ما يجب على اللحن. فدائما إذا بغيت تحرج الشاعر أو كذا قول عطني هلالي، يوقف يوقف إلا ما يكون من الشيبان، الشيبان يجيبونه. طيب الشعر في الوقت الحالي مثال، يعني مثال بعطيكم من أبيات الهلال الآن بتشوفون كيف وزنهم وكيف. أبو زيد كان أبوه اسمه رزق. رزق هذا كان شيخ بني هلال، جاء عليه أبو زيد ذا، لكن كان لونه أسمر. من عادة العرب هذه تكثر عندهم في ذاك الوقت. قال الولد ذا مو بعلي، إذن طلق أم أبو زيد. أبو زيد الأسمر. إيه أبو زيد أسمر. إيه. طلق أم أبو زيد وقال يلا روح لعلي. مات رزق، أخذ الشيخة حسن، لأن الشيخة هي اللي صارت هي أصلاً محور القضية كلها في تاريخ بني هلال. أستلمها حسن، رجع أبو زيد وأمه وبدأ ينبغ أبو زيد، وتظهر فروسيته وتظهر شجاعته. واسمه الحقيقي سلامة، لذلك هو يقول الهلالي والهلالي سلامة، يعنك ان المقل ذلي، يعني اللي ما عنده فلوس ذلي. الله. يهوز عمره للمراجل وينثني كما ينثني للحمول الهزيل. الله. يعني يبغى المرجله لكن ما مثل يوم تحمل لك قعود هزيل تحمله بالاحمال الثقيله ولا يقدر يقوم، يهوز نفسه ولا يقدر يقوم. هذا هو سلامة. قصته مع عليا، حبله واحده اسمها عليا، هل هي بنت عمه او من اهل من القبيله نفسها فيها خلاف، لذلك من ربعه. فيقول وش يقول حمامتين فوق نبنوب دوحه، دوحه شجره، وراك انفراده والحمام جموع. الله. وراك ما تبكن عليا مظنتي لو كان ما يجري لك الندموع، يعني حتى لو ما لكم دموع لما تبكون عليا من حب عليا. تغريبه بن هلال في تغريبه مصريه وفي تغريبه تونسيه وفي تغريبة الجزيرة العربية، لهم تغريبة، كل دولة لها أسطورة عن بني هلال. شوف من شهرتهم، منازلهم كانت في نجد، جلوا عنها بقصيدة أبو زيد بيعلمنا ليش جلوا عنها. يقول رحلنا من ملقد نجد وقلعت، نجد يسمونها ملقد، القد هو السير المحزم، لذلك يقول نجد وملقد يعني أنها متعبة، نكون تحيز لازم متعب. او يقول لك نجد للي طويل قناته، يعني حقت حرب حقت المهم انها جوع. يقول رحلنا من ام القد نجد، لذلك في القران سبحانه وتعالى وقدت قميصه
القد يعني يعني ها زي المسطرة. يقول رحلنا من أم القد نجد وقلعت بيوت العذارة ناقشات الوشاي ما به يد الله يد الله فوقها ولا ظالم إلا ويبلى بظالم. أعمارنا راحت انداري زماننا ولا خير في عمر مداره دايم لك الله ما ذقنا من نجد طرابة إلا بوقت الصيد ولا الصرايم. يعني ما لقنا فيها خير إلا في وقت الصيد ولا الصرام النخل لأن نجد مشهورة بالنخل. يا نجد ونجاس الحياة فزع جيلي مع الطير ولا قاطعات الخرايب. يا نجد لو أن الجفا منك مرة صبرت لكن الجفا منك دايم. فهذا سبب رحيلهم من نجد أم القد أو من نجد إلى وين راحوا إلى العراق. طبعا عليا بقت مع بعض ربعهم راحوا إلى العراق ثم التحقوا بسينا ثم طلعوا ليبيا ثم طلعوا الزنتان اللي هي في تونس. أبو زيد أنا كرهته من حركة واحدة اللي هي نفس المثل هذا. وصل لهن عليا وصل لهن عليا وصل لهن عليا خطبة وهو في أثناء طريقه قال ما اللي بيخاويني نخرب حفل المعرس. أنا احتريت يا ولد بجي منه ترى لو قلت القصيدة اجي سجل سنة. لا بجي قدام كيف تعال محركات اي بجي مكان كيف تعال هذا تعال ها اي هو شغال هو يضرب هنا. لا لا بيضرب عندي مالك قصر عملك. قال ما اللي بيخاويني نخرب الحفل فراح يختبر الرجال اللي بيخاوي. كيف يختبرهم؟ يجلس جنب الرجال ويحط مرفقه شوف عندهم مساطير على فخذ اللي جنبه وتك يضغط عليه ان صبر قال بيخاويني لان في مهمه صعبه واحد اثنين ثلاثه كل واحد يطمر. وطبعا الهلاليه عندهم مساطير انهم يفتون الحصى وانهم اقوياء وانهم هذه ما ادري عن صحتها لكن اكيد ان بعضها بيجي صحيح. الاول ما صبر الثاني ما صبر الثالث ما صبر الين راح الولد ابو زيد نفسه خاله يعني ولد اخت ابو زيد واسمه عزيز. تك على عزيز مره مرتين ثلاث اصبر عزيز ذا قال خلاص خاوني يا عزيز وين؟ قال بنروح بس نخرب حفل عليا وبنجي زوجها. رجعوا وفعلا افسدوا الحفل وصار بين عزيز ذا صار قدام مو بسيط صار بينه وبين زوج علي اللي خطبها مشادة وجرح عزيز فيها وعودوا انهم اتموا المهمة وخربوا الحفل وعودوا. رجعوا والتحقوا باللي متغربين بيروحون للعراق ولسينا. اي في اثناء الطريق طرى ابو زيد طاري قال الولد اللي انا خال هذا مو بسيط يمكن ياخذ مني الشيخة شانت نيته. فهذه من الامور اللي خلتني اكره ابو زيد رغم انها اسطورة يعني الشجاع دائما الناس يحبون. فأثناء عودتهم طبعا الرجل مجروح في يده وفي رجله ما أدري الجرح لكنه مجروح وسوى له حيلة أبو زيد بأن كب القربة الماء ومروا لهم على عد ونزل الولد اللي هو خاله للماء يقول جيب لنا ماء لعل أن الماء يصل إلى الجرح فيموت. فعلا نجحت خطة أبو زيد قال انزل يا عزيز اللي هو يعتبر أبو زيد خاله انزل للبير. نزل عشان يجيب الماء عشان يجيب الماء طبعا ما يبين هاو وصل الماء الى جرحه يعني شرف على الموت عزيز رفعه در عزيز انه مودع. عزيز قبل ما يروح مع خاله كان له ولد صغير عمره 5 سنوات تو ما تزوج هو انت عزيز ويوم در بالموت ارسل قصيده لخاله يوصيه بالولد ويعلمه وش ويصيب زوجته ويصيب أخته قصيدة مؤثرة جدا نسمع الآن. يقول يا خال عمق حفرة القبر في الثرى وسيفي ودرعي حطه اللي نصايب خوفي سباع البر تنهش ضلوعي واروح من بين الضواري نهايب لأل بن هلال ينصون قبري ويبكن علي من قضات الذوايب. دائما الانسان الاولين ترى يحبون يبكي عليهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات حمزه رجع المدينه وشاف النساء الانصار يبكون موتاهم
والنبي رغم الأنصار ووقفتهم وحبهم له لكن يبقى أيضا في غربة، غربة قرابة. قال ولكن حمزة لا بواكي له. شوف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر سعد بن عبادة وواحد الصحابة نساء الأنصار أن يبكينا حمزة حتى جاء النهي بعدين لا يبكون. وطرف بن عبد يقول إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الثوب بتمع بدي، يعني هم يبون أحد يبكيهم. فيقول لعل بن هلال ينصون قبري ويبكن علي من قضات الذوايب. يا خال أوصيك غر من الصبا يلعب مع الصبيان وأبوه غايب. الله ولده من ولية شانة ومن ضربة العصا ومن نزرة تودع فوادي حطايب، مؤثرة جدا يوصي على ولده. وقولوا لبنت أبوي لأخته، لا وقول لبنت أبوي تستحي تغطى وتستحي، وقولوا لبنت أبوي تغطى وتستحي لجالها الوراث فوق النجايب، يعني لجل اللي علمها لا تنقض شعارها ولا. وقولوا لبنت العم زوجته ترحل لأهلها حرم عليها اليوم شوف الحبايب. مؤثرة جدا. رجع أبو زيد عقب ماتي ودع. رجع أبو زيد أول ما نقابله في القبيلة الوليد ذا انطحه. يا ساتر يبي أبوه، يبي أبوه صغير. جاء قال وين أبوي؟ هو داري أنا راح معه. قال أبو زيد أبوك في المغزى يجيب الغنيمة ومن طول الغيبات جاب الغنائم. الله أكبر. ترى هذه اللفة دي كلها على جانب الله. أبوك في المغزى يجيب الغنيمة ومن طول الغيبات جاب الغنائم. هو أول من قالها أبو زيد. قال الورع، الورع صار ذكي. قال أبوي لو إنه حي يرسل كتابه مع الطير ولا قاطعة الخرائم. الله. يعني انت تكذب على الولد قوي. كم عمره ده؟ يقول 5 سنوات او 6 سنوات، لكن عاد الاولين ترى فيهم فصاحه. صح. قال ابوي لو كان حي يرسل كتابه مع الطير ولا قاطعات الخرايم. قاطعات الخرايم البل الخريمه الدر ترسل لها الرساله، ترسل لها الرساله. فهذا سالفه من طول الغابات جاب الغنائم. عموما التغريبه الهلالية.